فرناندو؟ خالتي، أكيد أنتوا تعبتوا من السفر. روحوا ارتاحوا شوي لبين ما يصير الأكل. ناندو على غرفتك، أنا رح جيب لك شنطايتك. بعد ما توفى سارانش راحت هاي البنت وسيطرت على البيت والعيلة كليا. ناندو، شو كل هاد؟ عن جد شناتيكي كتير تقال، بس مع هيك رفيقتك اللي بتحبك مبسوطة كتير برجعتك على بيتك ولعند عيلتك كمان. هاي صاروا هون. ناندو، أهلين فيكي يا قلبي انتي. هلأ شوفي، أنا رح طالع كل أغراضي وبعدين انتي فيكي تحطي أغراضك بدالهم، ماشي؟ وبعدين أنا رح سلمك غرفتك وأطلع. أنا إلي سنين ساكنة فيها، بس صدقيني حاولت اترك لك اياها مثل ما تركتيها. ايه ميتري، الغرفة مثل ما تركتها، بس الظاهر في شغلات تغيرت، مو بالغرفة بس بحياتي بشكل عام. بنتي، أنا مليت من القعدة برا، لهيك إجيت لهون. أنت منيحة؟ إيه أمي، أنا منيحة، وكنت ضايعة من دون وجودك معي. لا تتركيني أمي. ماشي يا قلبي. أنا آسفة يا قلبي، ما توقعت يتصرف نانديش بهالطريقة، بس الحق مو عليه أبداً. إذا ميتري كانت مفهمته إنه هي أمه الحقيقية، طبيعي الطفل يتصرف هيك. وأنا ماني حابة أتركك بهاي الحالة، بس مضطرة إني أروح. وإنتي لازم تقرري لحالك شو بدك تعملي، هاي حياتك. أنا وجودي هون تقيل على الكل. يلا ناندو، الأكل صار جاهز، تعالي. خالتي تركي من إيدك، أنا بزبطه. إيه كملي ورح فوت على المطبخ رتبيهم. ماما، كل شي عملته بحياتي لحد هي اللحظة كان خياري أنا، ولهيك رح كمل فيه. والشي اللي كان لإلي أنا هلأ بدي رجعه بطريقتي، سواء بقلب هذا البيت أو بمشكلة ابني. ناندو، حضرت لك كل الأكلات اللي بتحبيها، يلا تعالي قعدي. شو بكي؟ ميتري، خلص انتي ريحي حالك، يعني بالآخر هاد بيتي أنا، صح؟ ايه كيف لكان، رتبيهم.
انت ما بتعرفي شو يلي ناطرك لقدام يا ميتري. ناندو شو عم تساوي؟ لا تتعبي حالك. ايه حبيبتي، هلا رجعتي على البيت لسه؟ ليش هيك عم تشتغلي من اليوم؟ رفيقتك الغاليه ميتري هي بتعمل كل شيء، لا تشيلي هم. انت عدي وارتاحي. آشيش، انا الي 6 سنين مرتاحه، وهلا ليكني رجعت على البيت ورح ساوي الشغلات يلي كنت اعملها، وما بدي حدا ياخذ مكاني. طيب ماشي، وانا اكيد رح ساعدك مثل قبل. ماني مصدق اني شايفك قدامي من جديد. تعرفوا شو يا حلوين، ماني مصدقه اني شايفتكم مع بعض، واخيرا خلص هذا الكابوس. ايه خلص واخيرا. باسوندرا الغالية، رح جيب لك الأكل اللي عندك، يعني بتعرفي شو بقولوا؟ الحماية تقيلة على عيلة الصهر. بس عادي، هاد مجرد مثل، مو كل الأمثال بتزبط علينا، ما؟ لا يا أختي، باسوندرا منورتنا وبكفي إنه جايبت لنا نانديني، وهذا بيت بنتها، مو بيت صهرة وبس. فاسوندرا أختي، أنت غالية علينا وميت أهلا وسهلا فيكي، وبدنا يصير بيناتنا خبز وملح. تفضلي. وأنا كمان قلت نفس الشي، مو معقولة يا كورو، كلياتنا رح ننسى هديك الأيام وكل اللي صار فيها. خالتي، يا خالتي، أمي دارت بالها علي وهي اللي رجعتني لزوجي، والحنية والاهتمام يلي قدمتهم إلي ما بينوصفوا، ما تركتني ولا لحظة، وإذا كنت واقفة بيناتكم اليوم يا جماعة فهاد بسبب اهتمام أمي وحنيتها علي، وأنا ما عاد فيني أتركها، وكمان ما فيني أترك بيت زوجي وابني وعيش بمكان تاني، لهيك بدي إياها تعيش معنا بالبيت. آشيش، إذا ما عندك اعتراض على الموضوع. لا يا روحي، ما في اعتراض، هذا بيتك كمان ومن حقك الطبيعي تحكي هيك. خالتي، بترجاكي ما تخجلينا، ضلي قاعدة معنا. تفضلي.